الشعور بالاحتيال العاطفي هو واحد من أصعب المشاعر، لأنه صاحبه صدمة وندم وشعور بالتغفيل والاستغلال. فما بالكم لو جاء هذا الاحتيال في صورة مشاعر وعاطفة، الصدمة تكون مضاعفة، الشعور بالندم مضاعف، وصاحب انكسار في القلب وعدم شعور بالأمان. بصراحة شعور صعب جدا. ولكن السؤال، هل تعرضتم له من قبل؟ خلونا نسمع عجبتكم مع زميلنا مبارك الكويكبي في قول رايك ونرجع لكم. سبق أن تعرضت مقابل إجراء عملية جراحية وشفت أنه عكس ذلك. إيه كثير، وأتمنى أحل المشكلة هذه. لا، ما صار مثل هذا الشيء لا سابقا ولا راح يصير، لأن الوعي لازم يكون عند شريحة كبيرة من المجتمع، خاصة الآن داخلين على شيء أو استغلال غير العاطفة، اللي هو الاستغلال الإلكتروني، سواء عن طريق البنوك، سواء عن طريق الأرقام الشخصية، الاي دي الشخصي، سواء عن طريق أشياء تخصك أنت كشخص. فاحنا الحين متجهين أو مقبلين على مرحلة أصعب من الاستغلال العاطفي أو أصعب من الاستغلال المادي أو الشيء هذا. إن شاء الله أنه يعني لازم يكون المجتمع عنده وعي كافي على أساس أنه يتجنب هذه المرحلة اللي هي. لا ولله الحمد، أنا أصلاً حريصة أني ما أكون يعني وسيلة للاستغلال العاطفي أبداً، وأنا قادرة على أني أتفهم الوضعي وأتفهم هدف الشخص المتحدث لي. لا والله، لكن اللي يبي يستغل مشاعرك ولا أي شيء بتعرف وجهه من بين ألف واحد، تعرف الصادق والكذاب. وأنا أنصحكم أي واحد يبي يستغل عاطفيتك منعه، قل لا. يعني أنا أشوف بوجهة نظري، ويمكن كثير يأيدون يمكن يعارضون، ما في أحد في الدنيا ما تعرض لاستغلال عاطفي، كلنا معرضين لاستغلال عاطفي بهيئات الجميع. يعني ما أدري، خلينا أول شيء قبل أن أقول لكم مش الاستغلال العاطفي، لبنى شو رأيك؟ الاستغلال العاطفي؟ الاستغلال، الاحتيال، أي صدمة أحس لازم تمرين فيه. يعني أحس أن الإنسان الطبيعي هو الإنسان اللي يمر فيه، لأنه في النهاية درس. ما انت مش كل الناس حواليك ناس قاعده تتقرب لك يعني حبا فيك، انت مش ملاك. صح، في ناس لها حاجه عندك بس ما عندها، قلت حيلتها في نوع من التقرب فتطرق الابواب العاطفيه. عدو، لما اقول عاطفه مش بضروري حب، يعني مش بضروري، انا قاعده اتكلم عن ترى مو ضروري انه يكون بين بنت رجل وامراه، ممكن بين أبداً. صديقتين، يعني صديقه تتقرب منك وتبادل معاكي مشاعر الصداقه، وانت صديقتي المقربه وانت حبيبتي، وانت اللي مثلا انك والله مثلا مشهوره ومعروفه وتبغى تتقرب منك وتبغى تاخذ منك اللي تقدر عليه فتجي تحتال عليك. صح. عاطفيا انت والله اعلى منها ماديا وتبغى تاخذ منك فأنا أحس أنه يعني هو واحد من الدروس اللي لازم الإنسان يمر فيه، لأنه إذا ما مريت على المحتالين ما راح تعرف الصادقين، أنت ما تقدري تميزي بعدين صدق المشاعر. وفعلاً أحس أنه تعرفين المقولة اللي تقولك أنا قلبي دليلي، يعني يمكن بس هذه توصلي لها لمرحلة بعد مرحلة عمرية أكبر. لبنى، يعني حتى بعض الأحيان اللي تقولك أنا قلبي دليلي هي نفسها تطيح في الغلط، هي نفسها تكون هي عارفة أنه هذا الشخص أو هذا الشخص غلط أنها تكون معها، ورغم كذا هي قاعد تستغل عاطفيا لأنه هي عاجبها، هي تبي. يعني أنا مثلا، أنا أتكلم عن نفسي، أنا من الناس اللي عادي أعرف أنه هذا الشخص، هذه البنت أو هذا الشخص قاعد يستغلني عاطفيا. وطبعا لما كذا معناته ما يستغلك لأنك أنت بمزاجه. أنا بمزاجه، لا هو في رأيي أنه هو قاعد يستغل، هو قاعد ياخذ حقه، بس أنا بمزاجي، هم ناس مريحيني مبسطيني مو مضيقين صدري، وقاعدة كل شيء أنا أبي قاعدة يجيني. بس أودي هسألك سؤال. إيه؟ يعني تخيلي احد صديقاتك مثلا على سبيل المثال متقربه منك لغرض مادي، وانت عارفه، انت عارفه هذا الموضوع مثلا، وجاتك ابغى هذا وجيبي لي هذا ومشتهيه الاكله هذه، ما توصلي مرحله تقول بس خلاص؟ لبنى، انا وانت قبل شوي كنا نقول الله يجعل حاجه الناس عندنا، والله لا يجعل حاجه لي عند الناس، فانا ما عندي مشكله في هذه. بس انا ازعل واتضايق لما يكونون صغار في العمر، مرحلة المراهقة، وتعيش مرحلة الاستغلال العاطفي وما يكون في حولها أحد، لا أم صديقة. صحيح. لا أخت صديقة، لا صديقة صديقة، فهنا الخوف، عرفت يعني، خاصة الاستغلال العاطفي يعني أو الاحتلال العاطفي يكون بأشكال مختلفة، مو بس كلام، مو بس عاطفة، ممكن يكون مادي، ممكن يكون ابتزاز، ممكن يكون بين الأم وعيالها، ممكن يكون بين العيال وأمها، ممكن يكون بين الأخت وأختها، بين الأخ. تعرف أودي كمان، يعني أشكال كثيرة. لا، من أحد أشكاله كمان، إحنا كان عندنا قناعة أنه اللي يتعرضوا للاستغلال العاطفي أو الاحتيال العاطفي النساء،
لا حتى الرجال. حتى الرجال، الرجال الان ما شاء الله تبارك الله تصلنا قصص كثيره عن رجل يعني استغل باسم الحب وباسم المشاعر وباسم اشياء كثيره، وخاصه الرجال النشامه هذول الشهمين اللي صديقه في الدوام قال ابد زهلها وادفع، جت واحدة قالت لي أنا ما أدري شو زهلها وادفع وادفع وادفع. صح، أحيانا ترى الشيء إذا وضع في غير موضعه غلط، يعني شهامتك ونشامتك ورجولتك وعطائك في غير موضعه وفي غير الناس الصحيحة، فأنا أشوفها هذه أنا لبنى أصنفها ضعف حكمة، فبالتالي هتأثر عليك كرجل وحكمتك كرجل، فانتبهوا. غير طبعا ما بقول كلامات أكثر، الناس اللي رجال اللي أحيانا بعضهم الفاضيين الفارغين اللي لم يأخذ من دروس الدنيا ما يكفي فوقع بين يدي امرأة ما تدري يمكن أخذ من دروس الدنيا اللي يكفي بس برضه. فأعتقد أنه هذا النوع من الرجال يعني الله يعينه على نفسه. طب خليني أسألك، مين تحسين أكثر حياة، النساء أو الرجال؟ ما في قاعدة، ما في قاعدة. لا أنا أشوف أكثر الضحايا المراهقين، ما أقدر أعمم نساء أو رجال بس أقول مراهقين إن كانوا بنات أو كانوا أولاد، صراحة أنا كذا أشوف. يعني أنا أرجع أقول المراهقين يعني لما تسوي شيء أو تغلط أو تعطي حتى صديقة وتنصدم منها أو تنسحق، فما في احد يكون حاله، خاصه انه بس يا رب اني احنا نقول كنا نقول الامهات تغيروا وصاروا مع عيالهم دائما، انه صديقه بنتها تحس انه هي ما عندها احد تستشيره، فهنا يقع الاستغلال العاطفي. صحيح، الغلط هذا. هضيف على كلامك ودي نقطه قبل ما نختم هذه الفقره. طبعا احنا نتكلم عن المراهقين في فتراتهم العمريه المختلفه، المراهقه المبتدئه والمراهقه المتاخره. لا لا لا. ايضا انا ما اتكلم عن، انا اتكلم ايضا على المراهقه المتاخره كمان، لانه هذول يكونوا كثير معرضه للاستغلال. ايضا تكون جاته مشاعر مع المراهق في الأربعين ومراهق في الخمسين، او حتى مراهقه في الأربعين او مراهقه في الخمسين جاتها مشاعرها تبغى تشبع عاطفيا، تبغى فتكون بس كثير عرضة. بس لبنى مراهق الخمسين أو مراهقة الأربعين هذه عندها القدرة أنها هي تحكم تصرفاتها، وهذه زي اللي قلنا قبل شوي أنا قلبي دليلي، هي عارفة بس هي عاجبها الوضع. أودي تكون اسم الله عليها خلصت زوجت عيالها كبروا زوجها توفى وتبغى البنت الحين تعيش حياتها، فبالنسبة لها هي تبغى المشاعر. ما هو إيش معنى استغلال؟ أحد يستغلك، يعني أنا مش شايفة، يعني أنا مش مستوعبة إلين ما أدرك، في عندها فترة كذا تعيش فيها الشعور تنبسط، بعدين تكتشف إن هي مع شاب مثلا أصغر منها وأكبر منها وقاعد يتعامل معها. مش شرط شاب لبنى، حتى لو صديقات حولها، حتى لو ناس صديقات. يعني حتى العمالة في المنزل ممكن يستغلونك عاطفيا، أنا سر بابا أنا في موت هنا أبوها يموت ثلاث مرات وأنت تعطينا كل شوي عشان هذا يعتبر استغلال عاطفي بحكم إنه إحنا قلوبنا ناعمة يعني كل شيء. طبعا احنا حديثنا عن هذا الموضوع اكيد مستمر، وبعد الفاصل راح نستعرض لكم قصص حقيقية لفتيات تعرضوا للابتزاز الالكتروني ونصائح المختصين في كيفية التصدي لها. خليكم معانا عشان تكملوا معانا السالفة بعد الفاصل. قصص محزنة لابتزاز الفتيات الالكترونية ومختصون يقدمون الحلول.